عندما أصدر مذكرة القبض على النائب صباح الساعدي لا يعرف أو تجاهله، مرة لا يعرف ومرة تجاهله أن هذه المادة ملغية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة. مجلس النواب الحالي ومجلس النواب السابق والجمعية الوطنية ومجلس الحكم والحكومة المؤقتة التي كانت تمتلك السلطة التشريعية وبريمر لم يلغي هذا القرار. ليس هناك أي نص قانوني لاغي القرار 840، مما يعني أن هذا القرار نافذ إلى الوقت الحاضر. أي واحد يسب رئيس الجمهورية، يسب الحكومة، يهينها، يحكم عليه بالإعدام إذا كان بشكل سافر، وإذا مو بشكل سافر يعاقب عليه بالسجن المؤبد ومصادرة أموال المنقولة وغير المنقولة. أقولها وبصراحة، إني لن أتراجع ولن أندم ولم أندم يوما من الأيام على كل كلمة قلتها، وسأبقى مصرا على فضح الفاسدين والفاشلين والمتسترين خلف هذه الممارسات التي لا تصب إلى أدبيات أحزابهم بصلة.